كانوا قاطعين ان ما نبي نروح العراق لاسباب اي سبب كان، اسمح لي هذا انا موجود في البصره واتنقل. انا تعرف شنو اللي مثلا ممكن يعيق تحركي؟ شيء واحد، محبه الناس. انتبه صحيح، محبه الناس، كل واحد يبي يقوم باي شغله معك. ترى احنا لما نتكلم هالكلام لان احنا نلمس، مش مجبور اني اقول، مش مجبور، بس انا لازم انقل. انا وش وظيفتي؟ انقل الصوره. لو شفت في شيء مو بزين مو بعاجبني ترى بسكت، خالد يحرجون، فهمت قصدي؟ فعلى طاري هالموضوع صارت مثلا سالفه في الافتتاح مع الوفد الكويتي وصار اللي صار، لكن ايضا هناك انا اعجاب وتقدير للجنه المنظمه في العراق، في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة في العراق، وأيضا وزارة الداخلية اليوم أول شيء، واللجنة الأمنية أيضا. الآن الاتحاد العراقي لكرة القدم طلع بيان قال لك إحنا نعرب عن أسفنا الشديد، تبع لكلمة الشديد، لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم الافتتاح. ما قال لك ولا كابر، ما قال شيء، قال لك نعم اسمح لي يا أخي أنا آسف وحقك علي وكل شيء، وقال لي يا أخي إن شاء الله هالشيء ما يتكرر وأنتوا أعزاء، ولا فوق هذا كله قال حتى حق الكويت، قال لهم أنتوا يا الكويتيين من أشد الناس اللي وقفتوا معنا ودعمتونا، في ما كبروا أو صمتوا أو إنه والله صمتوا أو إنه يعني في تعنت، لا بالعكس صار خطأ، طبعا بيصير خطأ هاي وارد، لكن الحلو إن إحنا آسفين حكم علينا وإن شاء الله هذا الشيء لن يتكرر مرة ثانية. وأنا أقول لك يا مرة ثانية، لو العراق مستضيف البطولة من 10 سنوات و5 سنوات و4 سنوات و20 سنة، أنا أقول لكم بينظم أجمل بطولة. من 40 سنة الجماعة ما نظموا بطولة، معلش لازم يكون في أخطاء يمين ويسار. زين، الآن سعادة عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي يقول أعلن إعادة النظر في الأمور التنظيمية لخليج 25 في البصرة، وأؤكد أن ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لن يتكرر خلال الأيام المقبلة في عمر البطولة. بالمختصر مفيد يا جماعة الخير، الخطأ التنظيمي وارد. زين، احنا دائما نضرب الأمثلة في أوروبا، مثال نضرب الأمثلة في أوروبا، صح؟ 15,000 متفرج دخلوا إلى ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، 15,000 متفرج، وتأخرت المباراة، كلكم تذكرون متابعين كرة القدم، صح ولا لا؟ ليه ما طلعوا الجمهور مش عارف إيش وكذا. أنا مش في قطر يا أخي، أنا مش منظم بطولات، تصير عندي أخطاء واردة. إحنا مباراة أتذكر افتتاح استاد لوسيل أو مباراة تشغيلية في استاد لوسيل سويناها بالنادي الهلال السعودي وبين نادي الزمالك المصري، ليش؟ عشان نقف على الملاحظات السلبية، وجانا نقد من شو أقول لكم، نقد هني كذي، نقد من فوق، ما في ماي، ما في مش عارف إيش، أمور تنظيمية. الواحد يسوي الأشياء هذه على أساس إنه يتعلم. تعلم. فهو المختصر مفيد، إذا إحنا نبي نساعد العراق أو أي دولة أخرى، أي دولة أخرى، لازم إحنا نوقف معاهم، ندعمهم، نساعدهم، نساندهم، لا نتعالى على أحد ولا نتعالى عليهم احنا سبقناكم واحنا سوينا لكم، لا، لان كل له تاريخه. ترى العراق ذو حضارات وليست حضاره، تاريخ وليس هامش، لا هاي الدوله لابد انها تكون ان تقف، ولما يقف العراق احنا لازم نكون احنا اللي ساندينهم. اسمحوا لي انا لازم اقول هاي الشيء، وانا عارف ايش قاعد يصير، وانا حقيقه فرحان ومبسوط من الاتحادات الخليجيه وبالاخص اتحاد الملك طري، لان عرف اتحادنا شلون الشيخ حمد بن خليفه بن احمد يدعم وبقوه تنظيم البطوله في العراق، وانا فرحان لان انا اشوف ان هالمكان يستحق ان احنا كلنا نكون مع بعض، وفرحان ان مؤسسي اللي انا انتمي لها مؤسسه قطر الاعلام او من خلال مسؤولينها في قناه الكاس، وان بالعكس احنا لازم نكون موجودين في العراق، لان انا كاعلامي او مذيع او صحفي لازم اكون موجود، لازم اغطي البطوله ولازم انقل الاحداث. الأمور السلبية بتصير، أنت بنفسك يلي تتابعني فيك سلبيات، الشركات فيها سلبيات، المؤسسات فيها سلبيات، الدول فيها سلبيات، ولكن الحلو في الموضوع أن إحنا والله السلبيات اللي عندنا نفرشها على الطاولة، مو بنسكر الباب ونسكت ونطفي الليتات ونرقد، نعالج الأخطاء، ودام أن هناك في وعود بمعالجة الأخطاء إذن هناك في تقدم راح يصير إن شاء الله في المستقبل. إذا هذا الجيل ما قدر، هناك أجيال قادمة ستقف مع وطنها إلى الأعلى. فأنا بس عموما يعني نقول لكم بارك الله فيكم،